صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان في الربع المحيل برء العليل من الغليل ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليل لعب الشمال بهم كما لعبت شمول بالعقول طلل يضيف النازلين شجاؤه قبل النزول مستبدلا ريما بريم آخذا غيلا بغيل مستأنسا بالوحش بعد أوانس الحي الحلول كفي أميمة عن ملامك للمعزي كالثكول ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي للراقد الوسنان مثل معذب القلب العليل سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل أو ما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول من خارق السبع الطباق ومخرس العشر العقول ورد الردى فقضوا وليس تعاب شمس بالأفول حين طب الكوفة واندار الأمر وعادة الطبع الغدر أهل الغدر وقف مسلم حاير يدير الفكور والبلد ما جار يرحم جاره يفكر بحالة وحدة ومحنته وغربته ينباب طوع جابته طلعت على الباب لما شافته مبين عليه هيبته وعتباره نادته كأنك ابن اصل عرب
نادته جنك ابن اصل عرب، قالها ريدا ماي جابت له شراب، قالت الماي وشربت يا فحل، قعدتك ما هي صحيحة بهالمحل، قالها انا بأهلها البلد ما عندي اهل، هلي ويا مبعد هلي يا جار، لون شتيني على قومي ومنهلي، من المدينة موطني وهاشم هلي، أنا مسلم وابن أخو حيدر علي، ذلت الكفار من فقار. أنا معتاد أسمع من الشيعة إذا جبنا اسم علي الكل يصيحون، وهذا ما تم. أعود البيت عليك، يلا بس شيل البيت وياي. لون شتيني على قومي وملهلي، من المدينة موطني وهاشم هلي، أنا مسلم وابن خوحي، ذلت الكفار من فقارة، قال أنا مسلم وصاحت يا هلا هلا بجيتك يا ابن خو عقد الولا، بعيني طب يا راعي العز والعلا، البيت لك يا خيال بخطارة، البيت طب يا مرحبا والبيت لك، وانا خادمتك وخدامتها لك، جايز مخلي اللعين القاتلك، وشر الناس بدرهم ودينارة، دخل مسلم لجن ما يقدر يهيد، يفكر بحالات ابو اليمه العجيد، البايع ما يدري شاريهم يزيد، وخاف ضعنا غرب من دياره، بس سواد الليل وانطر الصباح، هلا بيك يا عزيز الفيصلي الابيات له، بس سواد الليل وانطر الصباح، ولن من كل جانب يعلي الصياح، اجى الطوعه تصيح حي على الفلاح، شد يا مسلم جدتك الغداره، قالها يا طوعه دخلت اكثر بعد، وانا صارم قل هو الله احد، اللي يقرب لسيفي قرب منا الوعد، اليوم سوق الموت ذل اسعاره، اليوم احيي بوقفتي حمزه هلي، يلا وياي، اليوم احيي بوقفتي حمزه هلي، ورده نرد اذكرها نسيت حيدر، وانت يا طوعه دهلي وهلهلي، ولا يهمك الفزع مكثاره، وطوعه تصيح على السطوح واشهل كسيره، ريتك نظرت تشوف يا شيخ ابن عمك المظلوم طايح بالحفيرة، وقادوه مثل الطير مكسور الجن، اي والله واويلا، صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك، اشبيدي وانا حرمة ضعيفة وما اقدر احمي، لو يتركونك جان افت قلبي وداوي، جان اسلمت من كيدهم سلم على وعلى حسين واحزني، إلك بعالي صوتك وياي، قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام، أوصيت كان بهالبلد طبا ويد، قل لي
منهم مسلم يبلغكم واجرك على الله والنبي سيد الكون. وظلت التاني إلى أن دخل ضعن السبايا للكوفة. زينب وقفت فضة على الباب قالت ما أريد مرض طب علي. بينا هي كذلك وجت عجوز تصيح حياة الله وحبيبة. أنا لزينب شريك بهالمصيبة لا تحسبوني حساب الغريبة. راحت خبرت ست النساوي والله راحت خبرت ست النساوي قالت هاي خل تدخل علينا. هاي منين جنها تعود لينا. طبت سلمت قعدت حزينة تقل لها يا حرة انت يمنين. صاحت آه يا مكبر رزيتي انا الضيفت مسلم ببيتي. سمعت بنية مسلم اجت يما طاقة يا عم احكي لي خالة من طاح يا هلت دلالة. قالت انا عندي امانة جاية احملها اقدمها اليك انت بنيته تعي خل اقبلك على جبهتك هاي امانة من ابوك. قالت عمة تندلين قبر ابوي ولا أرد أقرأ بيت يبكي حتى الملائكة وأعوذ بالله من صوت لا يرتفع فيه. يلا استعد لها استعد لها. قالت إيه بني أندل امشي أوديك. يقول مدت إيديها يعني عم شوف الحبال أنا ما أقدر أروح لكن عم بيك تزورين أبوي نيابة عني إيه بخدمتك. يلا شيل البيت وياي. صاحت زوري وقولي جت حميدة ويا النساوي. لا لا ما تم كله يصيح حتى القاعد برا. زوري وقولي جت حميدة ويا اقعد تلقاهم يا مسلم يا ضو العق خطار جوليكم معاهم راس الحسين وعلى حسين وحزني ولا ينجار عاد ليستجير يكون ينجار وغنشت لخليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالقبل ينجار وتتنام سبكت لعلوج مي وياي. آه آه ومسلمة مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشيب الشيب الأطفال ميت هم شفت جرب الإحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثل يا مسلمة علي صوتك يا أخوي وذيك الساعة هاجت مذحج من الدور وشقت لعدهاني ومسلم قبور بس حسين ظل بيوم والله بس حسين ظل بيوم. طولها طولها ويا
لولي بس حسين ظل بيوم ماجور ماجور وزينب منادية تعالوا لابنكم غسلوا غسلوا والجفن وياكم دجيبوا دجيبوا وحسين فوق الراس شيل لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين كتب مولانا الإمام الحسين عليه السلام أرسلت إليكم أخي وثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل سلام الله عليه سفير دولة الحق تلميذ الإمام علي خريج مدرسة الحسن والحسين صهر الإمام علي فقد تزوج بابنته رقية وتتلمذ عند أبيه علم الرجال والأنساب فكان مسلم حقا رجل متكامل ويكفي لو لم نعرف من مسلم إلا شهادة الحسين لكفى فالحسين لا يبالغ ولا يمدح أحدا عبثا حيث قال أخي ودلالة على إيمان أخوه لأنه الله يقول إنما المؤمنون إخوة فمن هذا النظر قال الإمام الحسين أخي وابن عمي من ناحية النسب وثقتي في كل الأمور والمفضل عندي من أهل بيتي مش صفات سهلة ذني من المعصوم وألقاب لهذا البطل العظيم إضافة على هذا مسلم شجاع بطل كل بني هاشم أبطال خصوصا قول النبي في آل أبي طالب قال لو أن أبا طالب ولد الناس جميعا لصاروا شجعانا ما يخافون يقابلون الرجال ما عندهم شيء اسمه شردة ولا عندهم شيء اسمه غدر وأقرأ بطولاتهم وتاريخهم أبو طالب وأخوته وولدهم حمزة كان يكض الأسد ويتعارك مع الأسد ترى هاي سهلة باللسان لكن تعرف شنو تطبيقها هذا الأسد الكاسر كان يصارع الحمزة العباس عم النبي أخو الحمزة كان إذا يطلعون بالليل يوقف خلف الجبل يصرخ تشرد الذئاب بطولات يعني إذا أردحت بهذا المجال يسمون من أصعب الصعوبات توضيح الواضحات ماكو واحد فيكم يشك في قدرتهم بطولاتهم وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا دعني من هذا الكلام خليني في مسلم مسلم فرع من هذه الشجرة يا مسلمين قبل يقيمون الرجال عندما يتصارعون
في جبهات القتال، اللي يقتل واحد اللي يقتل اثنين يكتبونهن له ويأرخوا له ويحدون بالشعر اللي يمدح به. في رجال تعد بمئة وبألف وأقل وأكثر، هذا إذا في سوح القتال وفي الجبهات أو في حلبة القتال. لكن تدرون مسلم شلون قاتل؟ هاي ينفرد بها هو بس لنفسه. مسلم قاتل بالسكك رفاع، مش مثل اليوم الشوارع، يعني بيت قبال بيت مسوينها هاي البيوت القديمة، يعني دربونا قولتنا. زين هذا المكان الضيق يريد الفارس إذا يقاتل يقفز منا وتاره هناك ويمد إيده للسيف يشهر، هاي ما كانت تتاح لمسلم بذاك المكان الضيق. أو رجال قدامه ورجال خلفه والنسوان وأطفال من فوق السطح ترميه بالحصى والنار، كل هذا يقول المؤرخ خلاصة ما فعل مسلم، ما ترك بيت في الكوفة إلا وتسمع فيه الصائحة والنائحة، ترك بهم مولانا بل كلهم قتلى وجرحى. وتصور ابن الأشعث اللي كان يقود الجيش جيش الضلال يكتب 3 مرات لعبيد الله مدني بالخيل والرجال، 500 دزيت معاك، شردوا هربوا، قال له جتك 200، هربوا وانقتلوا وانجرحوا مدني بالخيل. زعل عبيد الله قال له أرسلتك إلى شخص واحد صنع بكم هذا الصنيع، لكم زلمة واحد شردكم ما تستحون، فكيف بكم لو أرسلتكم إلى من هو أشد بأسا؟ يعني اليوم إذا العباس مقابلكم كان يسوى بكم؟ لو الحسين اليوم عندكم؟ فهذا من شاف حكي واحد بطران قال له ويحك، هل أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو جرمغاني من جرامغة الحيرة؟ ولك هذا سيف من سيوف علي، تريدنا بلحظة نقتله ونجيك؟ ما يمكن. وما تمكنوا إلا بالغادر. اسمحوا لي أيها السادة قبل لا أخوض في بطولات مسلم ونضاله وجهاده وموقفه المشرف أن شقولون يعني أقول كلمة وأعود على بدء، لأنه ما يمكن أن أخرها. مساهمة مسلم مش بس بنفسه وأخوانه، حتى ولاده. لذا يقول مولانا الإمام زين العابدين كلما مررت على ديار آل عقيل خنقتني العبرة، بعد ما فيها زلم بس نسوان وأطفال كلهم قتلوا بركب الحسين. من ضمن ما يوجع القلب وما أدمى القلب هو مقتل أولاده الصغار. هؤلاء هربوا يوم 10 من المحرم، اطلعوا واحد خال إيده بإيد الآخر ومشوا. وصلوا للكوفة، ممتدة قبل هذه كلها تسمى الكوفة حد المسيب راجع على الكوفة. من دروا بهم ذولا أطفال لمسلم هم هدفهم أن يغسلون العار، دروا بها هذه عار إلى يوم الأبد عليهم، يقتلون عار رسول الله. فنظرهم أنه يسترون هذا العار بمن هسه بالقتل بالسجن بالتعتيم الإعلامي بس لا ينفضحون، وكذوا ذول الولاد عندما دروا بهم أولاد مسلم وسجنوهم. سنة زمان ظلوا بالسجن سنة،
بعد السنة بدلوا السجان، اجى يطلع على أحوال المسجونين دار بعد دار إلى أن وصل لهم. موقف عجيب، أطفال يعني الله يخليهم قد دول الأطفال يسجنون، ما يسويها أي واحد عنده إنسانية مهما كان انتمائهم وآبائهم دينهم لغتهم، يعني تنظر له بالبراءة طفل هذا. قال عمي ليش مسجونين؟ قال لو ذنبنا الوحيد بالسجن لأننا ننتمي للعائلة العلوية. تركهم، مر عليهم في الليل بمفرده، أكو واحد تصير عنده نزعة إنسانية تتحرك فيه، الضمير يتحرك فيه، اللي ما يحس بالوادم هذا ما عنده إنسانية. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم، اجتماعهم نواديهم كل ما يفعلون، يقول الله هذا كل ما في خير إلا إذا هذا التجمع في ثلاث أشياء. اسمع، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كن عندك معروف، تسوي إحسان للوادم، واللي يحسن للناس فقد وقع أجره على الله. ماكو شيء يقربنا لله بقد خدمتنا للآخرين. أخواني أنت من تعيني وأعينك، الله يقول ذولك مو أكرم من عندي، هنو بينزل علينا الرحمة. لكن إذا أنا أتربص بك الدوائر وأنت تحتال علي وذاك يكيد للمكائد، بعد تمنع عنا الخيرات والبركات. قال عمي راح أفتح لكم الباب وامشوا، لا تمشون بالجادة الرئيسية، اخذوا الطريق اللي ما في أحد. وبالنهار ناموا، انطاهم بعض التعليمات وأرشدهم في بلد غريب، جنابك من تروح ما تندل بوضح النهار، بعد مو أطفال ودنيا ظلمة، وهنوب مو بالطريق العام يمشون، خذوا البر ومشوا وتعبوا من المشي، لكن معزتهم بأرواحهم ما يذكرون التعب، يمشون. وسمعوا الله أكبر، يأذنون يقتلوا ويقول الله أكبر، توا هذا جاي يأذنون ويقتلون آل رسول الله، شنو بناكم يعني هذه جديدة؟ حسبالك من قتلوا الحسين كانوا يشربون أكرمكم الله خمر علنا؟ لا، حسين يصلي وما يصلون، يذبح الحسين ويكبر، يشيل رأس الإمام ويكبر يهلل. لذا يقول الأديب ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. مسلم تقتله وتكبر كيفك أنت؟ خاف من تمار بي، أنا مطمئن أنت قرآن ما قاري، حتى لو قارئ قرآن أنت دين ما عندك، لأن لو عندك دين كانت ورعت. فقد قال رب الأرباب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أبشر بالعار والخزي، وإذا ما بين عليكم تلثم وما حد يندلك ما تضيع على رب الأرباب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنت ما تضيع على الله، وحتى لو تفلت قيش لك 10 سنين ومش أكثر بعد، قيش 100 سنة، وين عاقبتك؟ تفد على الله، وراح تعض إيد الندامة حيث لا ينفع الندم. ولا بأس على الإنسان أن يفد على الله، مظلوم مش ظالم. عرفت له لا؟ صح الله أكبر. قال لأخويا تبي إحنا لازلنا بالكوفة وخاف نتقدم بعد ويحصلوننا، فأكو شجرة واحد حال الثاني وقعدوا عليها وبدأ النور يبزغ والظلام ينجلي، وإجت مرة تترس معي بعد ما أن كشف الوقت والماي راكد، شافت صورهم واقعة بالبركة من عكسة بالماي وعاينت ليهم، من أنتما؟ بكوا قالوا يا مرة تعبنا الزمان، دخيلش لا تأذينا، احنا أطفال مسلمة بن عقيل، هاي مثلك قلبها ولا أية، انت ولد مسلم؟ جابتهم البيت وفردت لهم دار وكرمتهم وتغدوا وقعدوا في دارهم، وللعصر مولاي المغرب ناموا. اجا زوجها بلي جابت له ماي ما شرب، اكل ما اكل، ما بك؟ قالها 2 أطفال لمسلم شاردين، لو حصل عليهم كان لأسوأ فيه، أجيب لكم الخير والفلوس والذهب. قالت له دور على ولاد ينتمون لرسول الله، ما تخاف، تشاية منها ومنها عاد عليها. اسكتي من أجل سعادة ابني وسعادتك. راقد وما ينام، ما يجي لنوم، وفزوا الأطفال من نومهم، تدرون صوت الليل مسموع. قعدوا واحد يقول للثاني ها أخويا ما نمت؟ قال له بلى نمت، ولكن شفت خالي الحسين بالرؤيا وحكالي كلمات استوحيت منها، اعتقد الليلة اخر ليلة اخويا بحياتنا. قال له عجيب، انا هم شفت ابوي مسلم 4 أو 5 سنوات. ولا بالله عليكم عندكم ولاد بالبيت 4 سنين أو 5 سنين؟ هذا الولد من يطلع برا يتأخر عليكم ساعة ما يجي للبيت، ما ادرون بي شون قلوبكم ها؟ ها سمع صوتهم مولاي جاب السراج وفتح عليهم الباب، من أنتما؟ قالوا من أنت؟ قال أنا رب البيت. قالوا الحمد لله، كنا بأمان مرة هسه احنا بأمان رجال. عمي احنا ولاد مسلم خطارك، شنو ولاد مسلم في بيتي؟ هذا مو ضايج؟ تعب من الدوار عليهم، مشحون غيظ وعادوا ليهم، أخذ يضربهم نحلهم بإيد المشومة، نحلهم من الضرب بحيث ما واحد يقدر يشيل روحه منهم. أذن الفجر نطاهم العبدة روح اذبحهم، جابهم العبد بالطريق عينوا له قالوا له ما أشبه سوادك بمؤذن رسول الله؟ قال عمي انت وين تعرفوا رسول الله؟ قال لو احنا من أسرة رسول الله من عائلته. عجيب، ذب السيف وعبر من شاطئ الفرات، صح عليه عصيتني؟ قال لا أعصيك ولا أعصي ربي يا ملعون. اي بلي هذا الموقف الحلو، صح على ابنه اذبحهم. كذلك
استعطفا فعطف عليهما. هو تولى الأمر بنفسه. شايفين طفل تردون تاخذونه مكان ما يبي يروح، يطن برجليه بالقاع تسحله ما يرضى يجي، مو زين. كيف إذا ذبح وشوفهم سيف؟ رحمك الله يا الفتلاوي. يقول أخذ يسحلهم على القاع وهم أطفال وبلوعة، شافوا نذل بيد السيف حط بقلوبهم روعة. قالوا لعمي خذنا للسوق بيعنا نضمن لك فلوس أكثر من عبيد الله. قال لا، لو أخذكم مذبوحين أكثر يحترمني. إيه القوم أبناء القوم. قال عمي خذنا عدلين هو أبصر بينا. قال أبد أذبحكم. قال عمي ارحمنا على صغر سننا. قال لهم ما وضع الله في قلبي من الرحمة. عمي ارحمنا كرام رسول الله. قال لهم ولا كرام لكم عندي. عمي ارحمنا كرام على ابن أبي طالب. قال لهم أنا لهذا الاسم أكرهكما وأبغضكما. هذا الحكي طوال وبزغ الضوء. عمي خلينا نصلي، ما خليتنا نصلي، لابد من ذبحنا، خلنا نصلي. توضوا بشاطئ الفرات وصلوا. الفتلاوي يقول صاروا باخر التسليم ورادوا شطر للتسبيح. قاموا يهم على واحد، الثاني فوق اخوه يطيح، هذا يصيح يا ابويا وذاك يا حسين يصيح. وغدوا ينخون اهاليهم، ولكن وين اهاليهم؟ ما عندهم اهل، والليله ذاكرينهم ابو حمد واريد الماتم يصيح وياي. تريد اعرج على مسلم لو غالك بيتين عليهم؟ ها اقرا عليهم اي بخدمه، بس شيل البيت وياي. ولا يا عشيرة بني هاشم للمسيب ما تجو، ما سمعت أولاد مسلم غوث بيكم ينتخو، بالعجل قطعوا الفيافي قبل لا يذبحوا. يلا يا ولاد ابو طالب يا عشيرة حيدرة، ومن درى وما من مفار وارواحهم ظلت تلوي، والكبير قل عمي ذبحني انا قبل اخو، لا أشوف دموم المدلل عزيز أمي وابو، تجري قبالي وأشوف النغل حر الثرى. ما صرخت في الماتم الليلة، أين الصارخون؟ أعلى المدلل شال سيفه وغدا يقطع رقبته، والعضيد قبال اخوه يلطم ويصرخ هامت. يصيح يا ابويا تعال ابنك وعاين حالته، الحق ابن اختك يا ابو فاضل عدو وطبره. قام الكبير قال لعمي اذبحني قبل اخوي ما بي اشوفه ينذبح. الصغير قال لا عمي ارجوك اذبحني انا قبله، بس بعد ما ارد افجعكم واجرحكم. انتهى الامر. من انتهى الامر ارد اسالكم وارد اوجه السؤال للامهات،
يا ام من يغيب ابنك عنك تدرين بي مسجون لو بعيد بسفر وما عندك خبر منه، هم تنامين براحه تتهنين بشرب بزاد باكل، تتصورون ذيك الليله رقيه بنت امير المؤمنين امهم؟ انا باعتقادي حد الصبح ما نامت، ولك يمه يضر الليل وقض الليل سهران على فرقك. اعوذ بالله من عين لا تبكي عليهم. يمه يمر الليل وقض الليل سهران على فرقك، ويطر الفجر وعيوني يتراوال ملقاك، ولك لا ترضى العيون تنام ولا يرضى القلب ينساك، ولا طيفك يفارقني ولا تنسيني الايام. شبان يا سباع الثنية عندي ولد ما ردوا علي. اهوى حسين اهوى سيدا. دخل مسلم الى الكوفة، سيطر عليها وكتب إلى الحسين الرائد لا يكذب أهله، ونزل في دار المختار، لكن كتب النعمان بن بشير الوالي على الكوفة ليزيد بن معاوية إذا إلك رغبة بالكوفة ودي لها غيري، لأن مسلم بلا بالأمر علينا. يزيد كلم عبده وعبد أبوه اسمه سرجون، شو تقول بهالأمر شو نسوي؟ قال له ذا أنا أبوك كان هم يشورني وماكو شارة للكوفة غير عبيد الله، كتب العبيد الله وليتك المصرين، يعني البصرة والكوفة. دخل لها عبيد الله متلثم ولابس هدوم الصالحين، والوادم اليوم باكر يتوقعون دخول الحسين، بحيث من طب عبيد الله ظلوا يسلمون عليه، السلام عليك يا ابن رسول الله. عجوزة قالت ويحكم هذا الحسين يمشي وحده، تبعوا؟ الوادم راحت وراه، بس التفتوا وتفاجأوا، شو هذا رايح صوب القصر؟ لا أبوه ولا أخو سكنوا القصر، بس هذا معصوم كيف؟ لكن لما وصل يم القصر نعمان بن بشير بناها منو صدق الحسين، سد باب القصر وصعد على السطح، من وصل يم باب القصر فك لثام عبيد الله وصاح عليه نعمان سكنت قصرك وتركت مصرك، انزل فقد عزلت. الوادم واحد ظل يقول للثاني يا هذا موش الحسين، هذا بن مرجانة. أول عملية سواها رغبة ورهبة، دز على الكبار المشايخ المسؤولين اللي إلهم إيد طويلة، نطاهم فلوس طمعهم، والنوب خطب فيهم خطبة إرهاب، قال ترى هاي الدولة الأموية اللي يتبعها مثل ما شفتوا نكرمكم، وإذا غير هذا السيف ما لنا وإياكم غير السيف. والوادم تخاف، فطلعت هنوب لعلمك ترى الكوفة مو كلها شيعة، بالعكس الأقل من الأقلية الشيعة،
ومن دخل عبيد الله سجن. ميثم التمار وسليمان بن سرد الخزاعي والمختار بن عبيد وغيرهم من اللي تغيب عنا أسماءهم. يعني الكوفة بها نصارى وبها يهود وبها صابعة وبها مجوس، 20,000 مجوسي كانوا جايبينهم ومتشوينهم بختم العبودية وعدهم في الكوفة. فالكوفة عاصمة مش كلها شيعة. نعم. والوادم واحد ظل يخوف الآخر. لما سجن المختار تحول مسلم من دار المختار عند هاني بن عروة عليه الرحمة. هاني شيخ مذحج ونعم منه ومن عشيرته والله يبارك فيهم، موقفه مشرف وعشيرته ما قصروا. من نزل عند هاني، وهاني شيخ مهم بالكوفة، عبيد الله قال ليش هاني ما زارني مع الشيوخ الزعماء؟ قال له لا هاني مريض. قال أنا أزوره، أنا أروح له. ودى خبر لهاني. هاني قال للمسلم والله فرصة، خلي نريح البلاد والعباد منه، هو إذا قعد انت صير بمكان اخر، بحيث اذا استمرينا بالكلام انت تعال وقتل على فراشي وعارها علي. يسويها مسلم؟ ما يسويها، مش همتنا احنا. قال احنا ما نقدر، احنا ولاد علي. الامام علي عليه السلام حتى اللي كان يعني تدرون قبل اللي يقتل يسمونه بطل، لكن العرب في زمن مولانا أمير المؤمنين أكو فرد نقطة عندهم اللي يسويها واحد يسمونه بطل. تدرون شنو؟ اللي يشرد من سيف علي، اللي ما يحوش سيف علي. وأكو زلمة يجاب له وحتى اللي فر من عنده بعد ما يلتفت له، لأن يدري ما يجي واحد وراء، ما يقدرون بأحد. بالفعل اجى عبيد الله وقعد وظل يصيحاني ويقرأ أبيات ويشير. عبيد الله عرف طلع، قال للمسلم ليش ما قتلت؟ قال مو تربيتنا هذه، ما نسويها يا هاني، اتهم دارس عند الإمام علي وتعرف. قال له ما هو شارة غير هاي، شو نسوي بعد؟ زين صف الكوفة على إيد عبيد الله، لكن لا زال مسلم موجود ما يهدأ لبال. شلون احصل مسلم؟ عند عبد اسمه معقل، قال له معقل بك تجيب لنا مسلم؟ قال له عندي علي. قال له شوف شغلك، لبس لباس الصالحين وسبحة وما فارق المسجد، واللي يعطس يرحمك الله، واللي يشرب ماي هنيا، من هالسوالف مولانا الحلوة إلى أن أمنع ويبكي بالصلاة. ذاك اليوم مسلم بن عوسجة قال له شبيك واي متأثر وتبكي؟ قال له خاف أقول لك وتفضحني. قال لك الأمان. قال له أنا من جماعة مسلم بن عقيل، وارد أدور عليه وأشوفه وارد أعطيه فلوس. قال له الله يكون بعونك. قال له بالله عليك إذا عندك خبر عنه اخبرني. قال له ظل بعد الصلاة وديك إليه. وجاب الدار هاني، شاف مسلم وقعد وياه، والعصر ما أجل الصلاة هذا الزلمة ولا المغرب بين، صلى وصام لأمر كان يطلبه، ولما انقضى أمره لا صلى. هذا النفاق، أعوذ بالله من النفاق. ديروا بالكم أخواني، لأنه الكافرون الله حاشاهم 6 آيات، قل يا أيها الكافرون نهاية لكم دينكم ولي ديني، ولكن المنافقين 11 آية، آية من هنا بقد سورة الكافرون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم،
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نفاق تعرف شنو؟ يعني وجهي مو شافني؟ هلا بيك شيخنا العزيز الغالي، بس أغيب يأكلني. يقول الإمام موسى بن جعفر: بئس العبد أن يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه. تحذر من هاي الصفة، أعوذ بالله منها، لا تتلبس فينا. كن عندك وجه واحد أمام الله وعباده، حتى تعرف أنه هذا المثال اللي يحكونه بعض الناس ساعة القلب وساعة الرب، هذا نفاق. ما كل قلبي كل الرب، خليك واقعي. اسمع هاي القصة والاستنتاج عليك، أريد توعى إلها، تفك أذهانك إلها، اسمعها بدقة. فرد يوم النبي عيسى دخل للغابة وياه 12 نفر والحواريون تلاميذه، هم واقفين مرت غزال هي وفرخها من يمهم. واحد من الحواريين لزم فرخ الغزال ومطلع وذبحها. الغزال الأم وقفت كلمت عيسى، ما تعجب، قالت: نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما سمعها فتبسم ضاحكا من قولها. اسمعها، هذا نبي، هذا عيسى والعزم أفضل من سليمان. كلمت وعيسى رحمة، يقول عنا الإمام علي: إدامه الجوع وسراجه القمر، خادمه يداه، دابته رجلاه، ريحانته وفاكهته ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا مال يلفته، ولا ولد يحزنه، يلبس الخشن ويأكل الجشب ويتوسد الحجر. يعني رجل زاهد سلام الله عليه. قال للصاحبة: ليش ذبحت ابنها هذه ما عندها مدافع؟ قال لعيسى: بشريعتك صيد الغزلان حرام؟ قال: لا مو حرام. قال: ليش تمنعني من حلال الله؟ قال: سمعت الرد؟ قال الغزال: سمعت الرد؟ صيد كان مو حرام علينا، صادكم. قالت: لا أنا ما قلت لك صيدنا حرام، بس أنا أقول لك نغشينا. شلون نغشيته؟ قالت له: مو هذا واقف يمك ولابس هدوم مثلك، مثل ما أمنين بيك أمننا بي ومرنا من يمك من ناوغات، قل له خلي يلبس هدوم مال صياد حتى نعرف صاحبنا من عدونا. شوف شلون اليوم اللي يلبس لباس الصالحين الواجب تأمن بي، ينطون أسرارهم إله، يأمنون على بيتهم وعلى أموالهم. إذا انقلب الأمر وأرفوا واقع وطلع مشدين، هذا يمكن يفسد العالم معه. عرفت له لا؟ يعالجنا الطبيب إذا مرضنا، فكيف بنا إذا مرض الطبيب؟ ولا حيف إذا فسد الزواني، يا للحيف إذا فسد النجيب. هذا كان خير والواد مأمن به، حتى رادوا يصلون وراء، طلع شنو؟ عنده هدف. قال للعبيد الله: لقينا مسلم. مطولت عليكم، راح أختم أسألكم الدعاء. يا مولاي وانا قال لعند هاني دز على هاني، طب هاني على عبيد الله سلام عليكم، ما رد علي السلام. قال له: ما للأمير لا يرد سلامنا؟ قال له: وكيف أرد سلام من يريد قتلي؟ أنا؟ إيه نعم أنت. شلون؟ قال: مسلم في بيتك. قال: مسلم مو عندي. قال له: مول قال لي ما يتشدد. وانا معقل؟ طلع معقل. تعرفه؟ هاي اللوك عمي، انت مو كذب المجد الصلويانة، هذا هو، هات كذبه
وانت مطلوب موته، هيك سوي لك اسم حلو. اي والله. قال له شوف عبيد الله، لو ايدي على راس طفل من اطفال مسلم ما ارفعها لما ما تنقضى. حي الله رجال هاي الزلم. اي والله. قام له بالصوت ضربه لما ما تناثر لحمه. التمت مدحج العشيره الابيه الغيوره، وقفت عند القصر. سوى معقل صعد على السطح وصاح يا قوم تفرقوا، فقد جاء جيش يزيد في الطريق، وقد حلف الجندي من جيش يزيد لا يغسل غبار من على رأسه حتى يقضي على آخر طفل ثائر في الكوفة على الحكومة الأموية. والوادم الأخو ياخذ أخوه، والولد ياخذ ابنه، والولد ياخذ أبوه، والأم ترجع ولدها وتفرقه. بعد شنو ظلت مسلم في بيت هاني؟ طلع وإجا أمر منع تجوال، ما حد يطلع. اخويا انت هم مسافر، شايف الغربة شلون؟ لولا وهاي الغربة اذا كنت هناك وتشوف من عندهم الاهانة لا سمح الله، لو اصبحت انت عدو لهم واعدائك، شلون يعني ولا واحد يمك؟ احنا الان عندنا وسائل التواصل والنقل، بذاك الوقت يا مولاي ما يمكن ان يوصل صدى صوت الاهل. وظل يفتر بالشوارع وحيدا فريدا. جاء او صار قريب المغرب ونقلت رجليه يم باب. عربنا عندهم مثل يقولون الرجل ما تمشي الا على واطيها، تندل وين تروح؟ ما يعرف احد. واجا قعد يم باب شويه وفتحت الباب مره. من أنت؟ لا أجيز لك الجلوس على بابي. مسلم فقيه، مو قالت لما جوز لك؟ وقف قالها أنا عطشان، كل شي تطلب عيب إلا الماي، ما يعاب عليك. نعم. جابت له ماي وشرب. شوف أنا أرد أقرأ أبيات من ملا عطية ثلاث. أقرأ البيت الأول أشوف إذا تشيل أبيات وياي أقرأها للتالي، وإذا لا أروح لغيرها، وإن شاء الله ما تقصر. ما عليكم زود، هلا بيكم، هيك خليهمكم الأمر، بارك الله فيكم. وحتى أنت القاعد برا ماجور، لأنه قبل أكو ناس وقلت لكم طلعوا يوم عاشر راكبين على البقر، قالوا وين رايحين؟ قاتل الحسين. قال عمي ما حد يقاتل على البقر. قال ندري ما نقاتل بس نكثر السواد نخوف الحسين. هذا اليوم حضوركم يا القاعد برا هذا يفرح قلب الحسين ماجور، لكن صيحوا ويانا. ايه رحمك الله يا ابو يوسف يا ام العطية. قالت شربت الماي لا توقف على البقر. حلوة، أحسنت أحسنت خادمك. قالت شربت الماء لا توقف عيب على مثلك، وقفت ببيوت لجنة شنك جليل يا شهاب، شوفتك تنهى لهلك دروح القمار غرب والنجم دا. وويلا روح بعجل اخلاك قبل ما يظلم اللي روح بعجل اخلاك قبل ما يظلم
واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاج. أقولها قالها غريب ولا أهل عندي ولادة، ماكو واحد يصرخ وها مسلمة. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، انهار تحلنا والدهر جاير علي. عمي علي مسلم انا اللي تكلمين، مفروض ومسيت بلدكم مالي انصى. مسلم مرحبا بجيتك، البيت لك واحنا خدامك. يقلها وعينه مستديرة، ما اقدر احكيها والله، ادري بك حافظها، ما تنقال هذه، واحنا نستحي من السادة بس احنا عشيرته. يلا وياه. يقلها وعينه مستديرة، لا اهل عندي ولا عشيرة، انا مسلم الفاجد نصيرة، غريب وعمامي بغير ديرة. صاحت يا شبل المرتضى صبعين حياك، طب للبيت واهل البيت تفداك، يا ابو طاهر غدرهم بينوا وياك، وبقيت وحيد يا راعي الحميه. دخل للبيت فردت لدار وكرمته، واجا ابنها شافها تكثر الدخول على الدار المهجوره، سالها شكو بالدار؟ حل فتة واخذت من عند العهود والمواثيق. قالت له مسلم عندنا. قال خيرا صنعتي، لكن ما أن أذن الفجر وراح وقف عند باب عبيد الله ويصيح البشارة، أمي تجير الأعداء في بيتها. وبينما مسلم في الدار ويسمع صوت الرجال والخيل والسيوف، أرد أقرأ شجاعة، ما يصير ما أقرأها هاي الفتلاوي الله يرحمه. تقل يا بعد طوعة وسلف طوعة وأهل طوعة، دق الخيل حافرها من هالدار ستوعة، سدت كل طريق عليك وافترت مواجبها. قال لها تخسل جيمان لكف جيمة على جيمة، وانا جادم لهذا الجيش واقدم كل مجاديمة، لخلي النايحات تنوح وخلي الصايحة مجيمة، ملتحية بمياتمها وهذا السيف ينصبها. طوعة صاحت على الباب، قصر عمري عسى ولا طال، ضيفي يا ابن اخو الكرار عند الواد مش ينقال، كوفة وانطوت كلها عليك من الدواهي بطال، سدت كل طريق عليك يا جمل تحاربها. وياي وياي. قال لها تخسل جيمان، قالها ادري مرادها ملقاي، وادري بالغنى يمي انا طارش نذير الدين، ذاك حسين ابن نعم الموت موت العز، وموت العز رخص دمي، واليرضى بحياة الذل يفوت سوم صاحبها. جر السيف طر الباب يريد الغنى العاني ليه، صار الموت شلي الطير مشرف للغنى يلفيه، لبى ورحب وحياه والموت اقبل يحييه، طق وصك وجوه القوم هاي الذيج يجلبها. تستانس من تسمع شجاعة لولا،
قلبها وصاح سيف حسين أنا واحد من سيوفه يا غدارة الكرار يلب القدر مغروفة حاذانة وهذول أنتم اسمعوا هنا يا الكوفة هذه خطة الميدان وهاي الخيل ملعبها هاي ونعم منك هاي الخيل ملعبها والخطة بمنازلكم أنا واحد غريب وضيف مفرد ورد ناشدكم هم شفت وسمعت وصار عدكم عد أوايلكم على واحد رقاب الخيل تتشدد معاصبها تتشدد معاصبها على واحد رقاب الخيل أنا تشي مالي عشير احنا سوقت علي رحيل أنا عندي عشير أسباع من قدها الرجال تميل هاشم يا بعد هاشم حي بدور يثربها قاتل مقاتلة الأبطال وقتل الشجعان وما تمكنوا منه إلا بحفيرة الغدر ولما سقط فيها أوثقوه كتافاً وأدخلوه على ابن زياد ولم يسلم قيل لما لا تسلم على الأمير قال لا أعرف أميراً غير مولاي الحسين قال ابن زياد سلمت وإن لم تسلم فأنت مقتول لا محالة أصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه ما إن على القصر مسلمون توجه إلى جهة المدينة وصاح السلام عليك يا أبا ما سلمت على إمامك ويا يعودها عليك السلام عليك يا حسين أنا مجتول ردوا لا تجوني خان وأهل الكوفة عقوب ما بايعوا للفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفرد وانتو يا هلي عني بعيدي وعلى حسين انت احجيها احجيها ولا صاح ولا يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع يا خيف منك ما احتضيت بساعة وداع قال أنا عطشان جابوا له ماي راد يشرب ضربه لعين على شفته سال الدم في الماء امتنع منه الظاهر كون يشارك ابن عمه بالمثل ما شرب الماء عندها جاء اسحاق بن حويه ومسلم يده مربوطتان وراء ظهره رفع اللعين سيفه يا الله توجه نحو سيدنا مسلم وضربه على عنقه فقطع راسه أين الصارخون ومسلما الناس متجمهرة هذا يقول يقتل والآخر يقول يسجن بينهم كذلك وإذا جثة مسلم تتهاوى من أعلى القاس رحم الله من نادى حسين ولا
ذاك اليوم ماكو واحد يمشي عليه. واجا الطوعه قالت زموا عنا توخروا عيب عليكم يا اهل الكوفه انطوني ضيفي. وعينة المسلم صاحت يا مسلم ريت هذا اليوم عباس يجيك بشيمته ونفرق الراس. كون ابو فاضل يمك اليوم اي ماجور قواك الله. نروح نعازي ابو علي وياه. وين كان الحسين يوم مقتل مسلم؟ يقول نازل بزرود والاطفال يلعبون عند مضارب الخيام وهو قاعد ينظر الى سيفه. فرد مره شاف طفله قاعده قباله. ليش ما تلعبين مع الاطفال؟ منو انتي؟ قالت له انا خادمتك حميده بنت خادمك مسلم. ابويا ليش ما تلعبين مع الاطفال؟ قالت له عمي مالي خلق. وانا وانا انشدك يا عمي ابوي وانا. يجون الاخوه من العراقيين الاهوازيين يقول سوينا نعي وبعدين هم غرنا بحراني وقطيفي واهل الاحساء طريقتهم. يلا وياي. وانا انشدك يا عمي ابوي وانا من زمان ما بين علينا والكوفه عاليها خوينا ولا دار واغلي من يقينا. ابنيتي انا ابوك انا ابوك روح العب مع الاطفال. قالت لعمي من العب وارجع اكثر اعتصر. ليش؟ قالت من يرجع عن بنات عمي كل وحده يتلقاها ابوها وتقعد بحضنه وانا اضل واقفه يا عمي ايش كثر بي حلوه الليالي. الليالي عزيز وفرقته تصعب الوالي. روحي بنيه روحي لعبي مع الاطفال. راحت تلعب وشويه اجى واحد جايب خبر. حسين قال له ما خبرك عن الكوفه؟ قال له سيدي اجمل ام افصل؟ قال له لا اريد مجمل. شنو الخبر؟ قال له ما طلعت من الكوفه لما ما شفت بعيني جثه مسلم يسحلونها. زين سمعوا بني هاشم قعدوا بالتراب ظلوا يمشون سكته يستحون من الحسين. الحسين راح يسوي ماتم. ايش سوى؟ راح خلف الخيام وشال حميده وظل يمسح على راسها وطلت بوجه عمها تقول له فقدتني يا عمي بين البنات وجايب لي خبر مسلم ترى مات. اويلي على الظلن يتيمات. قال انا ابوك وعماتك هذني وبناتي خواتك يسمعني. اويلي على ابوك الراح. ارد اقول كلمه للي ما بكوا الما بك ان شاء الله تبكي هالكلمه تسمعها. كل ما راد يهدئها طفله بعد ما تسكت. قال وين بنيتي رقيه؟ بويا تعاي تعاي سكتيها. طفلة قعدت يمها هدئتها. سيدي ابو علي خدامك يسألونك يقولوا لك انت ما هدأت لما ما هدأت بنت مسلم تدري شلون هدئوا رقية؟ يلا اجوها يسكتوها بكل شيء ما رضوها جابوا راس ابوها. ما صرخت؟ أين الصارخون؟ ولا تعبتك ماجور بويا
أقرأ بعد بيتين من هالقصيدة هاي الراضي الفيصل الله يبارك فيه. تقول له يبا من حرقة وخيمنا ش يجمعنا ش يلمنا لو أن ما قمت يمنا الفضى من العيض بابا رقية صحبة. تتحمل البيت أقرأ؟ تقول له يبا عمتي زينب لمتنا بقربها وخلتنا بقلبها يا وانا شفت اضربها يا ابوي بيتين الدعاء واسالكم الدعاء بس ها بعالي صوتك وياي مسحاك على راسي ترى القلب ذايب هذه يا عمي من علامات المصاي قلبي تروح حيث ابوي الحيد غايب طول الغيبة يعود الله بعجلي جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصري الأمارة ذابين بالحبل بالأسواق جسم ساحبين وراس المشكر راح للطاغي هدية. أريد البر اعتمد عليهم بحبهم للحسين بصوت عال ويانا على حسين وحزني علي صوتك ولا حسين بعدك لا غنى عيشون ولا لذة مشارب ها نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا قرائب وعلى حسين وحزني مطلوبها تقل لحسين يا عمي أردخاتشيك واغتب وخاف العتب يا ذيك يا عمي ما وصع يا عيال من عودي خبر ليك ويخبرك بيا يوم يلفيك يا عمي مكان ابوي انقتل يفديك انت بمكانه والامل بيك ظلت يا عمي عيون مغليك الله لها العيلة يخليك لم يبكها عدم الوثوق بعميها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها على حسين مأجور يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إلهي شك فيها الماتم من السامعين والسامعات مريض أو عند مريض عند ديون مسجون مشكلة حاجة ربي بمنك وكرمك من عليهم بحسن إجابتك يا الله خصوصا من أوصاني بالدعاء أقضي لهم كل حاجة من حوائج الدنيا والدين
استعدوا للطم بارك الله فيكم. إلى من مات على الإيمان، خصوصا شهداء الحسينية الحيدرية، سيهات بل سيهات وحسين، شهداء جامع الإمام الصادق.